يعطيكم العافية، معكم الكابتن محمد أبو نحلة من قناة A1 TV من برنامج صباح الخير يا وطن. طبعا راح يكون في عنا فقرات متنوعة بتناسب جميع الفئات الرياضية، سواء ذكور أو ذكور أو إناث أو مختلف الفئات العمرية. طبعا راح نبلش معكم برنامج من A to Z، راح نبلش معكم تمرين بيسك بدون استخدام أجهزة رياضية، يعني كأنك أنت في البيت ممكن تمارس هاي التمرين، أو إذا أنت شخص مهتم تلعب بادي بيلدر أو أوزان ممكن تستخدمها في النادي الرياضي. راح نبلش مع زميل الكابتن محمد سامي، طبعا مشاركتي أنا كابتن محمد. راح نبلش مع المشاركين أول إكسايز أو أول تمارين رياضية بيسك، ما راح يكون فيها استخدام أي أجهزة رياضية. راح نبلش طبعا منطقة الميد سكشن، منطقة الخواصر والمعدة مبدئيا. محمد جيب بالضبط في النص. طبعا بداية راح نبلش معكم تمارين رياضية ممكن أي شخص ممكن يعملها في البيت بدون استخدام أي أجهزة معينة، اللي هي منطقة الميد سكشن، الخواصر والمعدة تحديدا. كابتننا مع ظهرك، أوكي. طبعا مبدئيا راح نبلش منطقة المعدة تحديدا، اللي عن منطقة المعدة العلوية والسفلية، على يعني بالنسبة للتمارين هاي. كابتن يلا جو. بالضبط 1. ببلش طبعا عدات بسيطة كنوع من التحماي. 3 4 5. كابتن محمد اعطيني زوايا. يس. طبعا ببلش انا اعطي زوايا معينه لمنطقه الميد سكشن، هاي بتستهدف عندي مناطق السكس باك او منطقه الابس مع منطقه الفي لاين. يس. طبعا بدايه ما بسوي تكرار كثير، بدايه بتكون فقط حماي، ضخ الدم للعضلات، ريلاكس. اوكي الان محمد بدك تعمل لي فقط ضغط على المنطقه السفليه اللي هي بتخلي ظهرك كامل تحت، ترفع بس رجلك. طبعا هذا التمرين بخص المنطقة السفلية تحديدا. يس يس. 3 2 مور 4 5. محمد بدي منطقة الخواصر الآن. طبعا شايفين كيف وضعيته، رجله بتكون لقدام، كتفه بكون مستوي، بستهدف منطقة الخصر تحديدا، منطقة الفي لاين. يس. 1 2 3 4 5. محمد لف الجهة الثانية. طبعا بحاول أخلي التكرار على نفس العضلة نفس تكرار الجهة الثانية عشان ما يصير في عندي مشاكل. 1 2 3 4 5. محمد نام على بطنك الآن، بدنا نساوي اللي هي منطقة اللور باك تحديدا، منطقة السفلية. محمد بدي اياك تحاول ترفع الآن مد بطنك كامل على الأرض، مد حالك كامل. بدي اياك تحاول ترفع يا محمد إيديك ورجليك مع بعض. يس حاول. يس. لا 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 مش هيك، نعم بطنك محمد بهذا الشكل، مد ايديك لقدام. طبعا هاي تحديدا هذا التمرين شوي نوعا ما في شويه صعوبه، لكن احنا نحاول نطبقه باسلوب احترافي. محمد ايديك لفوق اوكي، ورجليك لفوق على اساس نعمل ضغط على منطقه اللور باك. حاول ارفع. لا لا محمد جسمك كله مستقيم، كتافك ارفعهم لفوق ورجليك لفوق. في مجال تعطيني اشوف انا هذا هاي مشاهدين تفرجوا عليه كيف راح اسوي المنطقه هاي باسلوب احترافي. طبعا بدايه بلا مع ظهري عادي ريلاكس، الموضوع كثير سهل، بحاول امد ايدي بهذا الشكل ورجلي مستقيمين بهذا الشكل. طبعا بعمل فريز مده 3 ثواني. 1 2 3. اوكي ريلاكس. 1 2 3 ريلاكس. هاي المنطقه بتستهدف عندي منطقه اللور باك باسلوب احترافي. محمد الآن نعمل تمارين طبعا نستهدف فيها عضلات الرجلين، تمارين السكوات استهداف منطقة الفخذ الأمامي والخلفي ومنطقة الجلود. محمد جيب البار. بار على كتفك. طبعا فيكم تعملوا هاي التمارين بدون استخدام دامبلز أو بدون استخدام أي أجهزة. يلا محمد انزل على الآخر واطلع لفوق. يس كمان. محمد رجلك حاول تخليها كامل على الأرض. يلا 1 اطلع. 2 10 مور بدي. 3 4 5 6 7 8 9 10. ريلاكس. طبعا راحتي بتكون معدل 20 او 15 ثانيه كاقصى حد.
كابتن محمد، رح نلعب الآن سوبر سيت، أوكي؟ تمرين سكوات مع تمرين مقص بدون أوزان، أو لا إتس أوكي، جيب لي أوزان. ما بعرف حضروا الشباب أوزان معنا؟ يس يس. لا لا، ريلاكس ريلاكس. الآن بنسوي سكوات 10 عدات، بعدين بنساوي تمارين المقص سوبر سيت. تمام. اللي هي بدون راحة، يعني تمرين ورا بعض. طبعا هاي تمارين نقدر نسويها احنا بدون استعمال اي اجهزه او برات، يعني محمد لانه شوي ليفل تبعه عالي بيستخدم شويه اوزان، لكن الوضع الطبيعي انك تقدر تستخدم انت عادي وزن جسمك، يعني بهاي الطريقه. محمد ماسك بار، انا ممكن بدون بار بهاي الطريقه. موضوع كتير سهل. يلا جو. 1 2 3 4 5 6 عم ضربها ورا 7 8 9 1 مور 10 سرعة. طبعا السوبر سيت بكون بدون راحة بالدامبلز مقص محمد. لا لا نو مش في البار بالدامبلز، عشان نسهل شوية على الناس اللي بتابعنا. طبعا اعطيها بشكل افقي او طولي، شايفين كيف بنزل كامل، يعني بحاول فيه تلامس بسيط للأرض. يس، تلامس بسيط، يعني في لمس لكن بسيط بدون ما تريح كامل رجلك. يلا 1 2 3 4 فينش محمد. اوكي، طبعا يعطيكم العافيه. طبعا ان شاء الله الفقرات الجايه راح تكون فيها تمارين اكثر وافضل. طبعا هاي مرحله اوليه، الناس الطبيعيين البيسك اللي ما عندهم اي اجهزه في البيت ممكن يسووا هاي التمارين. يعطيكم العافيه كمال كابتن محمد ابو نحله، يعطيكم العافيه.